السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هلنا إن شاء الله نتحدث على نظرة شاملة على الأدوية اللي ممكن نعطيوها الأرنب ديالنا. شحال من واحد يلاه مبتدئ أو عاد يلاه كيفكر يدير يعني المشروع ديال الأرانب كيخاف من هالقضية ديال الأدوية ديال الأرانب. كيصحاب لي الأدوية ديال الأرانب راها غالية وراها خاصو يبقى بزاف يديرها بزاف، يعني يكرر العملية بزاف المرات وما مفهومش شكون هو اللي غادي يوريه هاد الأدوية شكون. عموما يعني أنا كنصح يعني الناس اللي باغيين يبداو الأرانب أن الأدوية ديال الأرانب ما كاينش مسهل منها. هي عموما إلا بغيتو يعني تعدو على الأصابع راه كاينين جوج ديال الأمراض اللي ممكن يجيونا على طول العام، وماشي جوج أمراض، غير مرض واحد وواحد ممكن يتكرر، واحد المرض ممكن يتكرر على دور العام. يعني أول حاجة وهي الإبرة ديال التسمم الدموي. هذا التسمم الدموي هي عبارة عن تحصين، يعني ماشي يعني كنشدوا الإبرة ديال التسمم الدموي ونبقاو نضربوها بزاف المرات يعني على طول السنة، لا، كنضربوها مرة واحدة في العام وكنقيدوا هذاك لاداس كنقيدوها وكان يعني هذاك لاداس منين العام الجاي ان شاء الله يدور عليها العام هذيك الانثى او الذكر كنعاودوها مره اخرى. هاد الليبرا ديال التسمم الدموي راها سميتها كينيبخافاك. الا بغيتو تدونوا معايا ممكن انكم تجيبوا ورقه وستيلو وتدونوا معايا كينيبخافاك. كينيبخافاك هاد كينيبخافاك بحال هاد الذكر مثلا تقريبا تبارك الله راه بالغ، ممكن انكم ديروا له سنتيم واحد، سنتيم واحد ديال كينيبخافاك في الليبرا كدقوها له في الرقبه هنا فوق الرقبه، يعني في هذه المنطقه هذه كتخشيو الابره هنا مائله هكا مائله وكتضربوها. بالنسبه لهاد الحلقه غادي نعطي حتى الاثمنه بالنسبه للناس اللي عندهم يعني العدد ديال يعني الارانب بزاف، يعني واحد قاطع ممكن انهم يعني يشريو قرعة كاملة كدير 85 درهم، 85 درهم كتكفي لعشر أفراد، يعني 10 ديال الأرانب بالغين. يعني بالنسبة للفوقاش ممكن أن نضربوا هذه الإبرة، يعني فوقاش التسمم الدموي ممكن يصيب هاد الأرانب ديالي في العمر ديال فوق من 3 شهور، فوق 3 شهور هذاك ممكن ان 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 الارنب يتصاب بهذاك التسمم الدموي. اما في هذا العمر هذا مثلا في شهر هذا راه عندهم تقريبا نقول 45 يوم يلاه تفطموا، ممكن ان هادو بلا ما نديروها لهم، يعني باقي بعيد عليهم التسمم الدموي. التسمم الدموي كيجي الارانب فوق 3 اشهر، فوق 3 اشهر. بالنسبه لهاد الابره هادي ديال التسمم الدموي كينيبخافاك انا كنعاودها باش تدونوها، كينيبخافاك راه مزيانه هاد كينيبخافاك. هاد الابره هادي يعني ماشي نخليو حتى يجي الامراض، يعني بحال دابا شهر 3 راه كيكون المرض ديال التسمم الدموي، خاصكم من دابا تبداو ديروا التحصينات. إذا لقيتوا المرض جا يعني وبديتوا عاد كديروا هاد الإبرة هادي راه ما كتخدمش، لأن هي المدة ديالها باش فوقاش كتخدم كدير الفعالية ديالها بعد 15 يوم. بعد 15 يوم كيكون فات الحال، يعني الثمن ديالها راني قلت لكم اللي عنده قاطع كبير يشريها ب 85 درهم. بالنسبة للناس اللي عندهم غير ارانب يعني حبة ولا جوج راه كاين يعني الفارماسيان بيطاري اللي كيبيعها بالديتاي، يعني ممكن انكم تشريو مثلا سنتيم بالنسبة لهذا الذكر هذا مثلا تشريو له سنتيم واحد راه كافي. سنتيم واحد كيدير 9 دراهم ماشي غادي تضربوها مثلا كل شهر ولا كل بغيت تصرفوا الفلوس، لا غادي تضربوها مره واحده في العام
عام كامل يعني كتدونوا هذيك لاباس اللي 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 درتوها، والعام الجاي ان شاء الله عاد ممكن انكم تعاودوها له عاوتاني. يعني كتضرب اربع فصول ب 9 دراهم. الحقيقه الناس اللي كيتخوفوا من قضيه ديال الادويه راها بسيطه وبسيطه للغايه. كيني بخافاك عقلوا عليها، كيني بخافاك انا كنعاودها وكنعاودها، ماشي كندير لها الاشاره ولا كيلقيتها جد فعاله. كاين انواع اخرين من لي باري وتا هما راهم خدامين إيه زايدين شويه في الثمن. كاين اللي كتلقاها 90 درهم، كاين اللي كتلقاها 100 درهم، ماشي بيناتهم بزاف، ولكن راه كلهم عندهم مفعول واحد ديال التسمم الدموي، يعني هما تحصين ضد التسمم الدموي. ممكن انكم ديروا الا ما لقيتوش في البلاد ديالكم هذه السميه هذه، ممكن ديروا سيفافاكس، حتى هي مزيانه. ولكن كاين بخافاك راه هي اللي معروفه في المغرب، يعني كنهضر من الناس اللي كيسكنوا في الوطن المغربي، يعني كاع المغاربه راه كلهم غادي يلقاو كيني بخافاك. كيني بخافاك راه موجوده، يعني هي اللي كيستعملوها كاع تقريبا في لي فارماسي ديال البيطاري. ثاني حاجه ممكن انكم تستعملوا الدواء ديال المراره. الدواء ديال المراره تي ام بي تيغي اس، تي ام بي تيغي اس هو واحد السيرو، سيرو كتشريوه ب 10 دراهم، هذا معروف، كديروه للصغار بعد الفطام، يعني منين يتفطموا كديروا لهم هذاك السيرو، كتولي واخا تعطيهم الاشياء الخضراء، هو ضد التسمم معوي. هذا تي ام بي اس هو ضد التسمم المعوي. اما سي كيني بخافاك، كيني بخافاك هذيك ضد التسمم الدموي. اذا هذه نظره شامله، يعني هذاك عفوا تي ام بي تي غي اكس هذاك كيديروه مع الماء، يعني هو سيرو كيدار مع الماء، كتديروا ملعقه مع لتر ديال الماء لمده 4 ايام. هو فيه غير شويه، فيه تقريبا واحد قد هكا تقريبا، يعني انا باقي ما عنديش، ولكن انا كنعطيكم غير الاسماء والاثمنه. الثمن ديالو 10 دراهم، 10 دراهم حتى هي صافي، كني كديروها لهم صافي، ماشي كتبقاو تعاودوه مره اخرى، صافي الا درتوها لهم لمده 4 ايام صافي كتولي عنده تحصين ضد المراره. يعني واخا كتعطيه شي اشياء اللي ممكن، حيت كاين اللي كيخلط مثلا الربيع ولا قشور ديال الخضر ولا هذه، مع المده كتبقى تنفخ لهم المراره. نتوما ديروا يعني هذا السيرو هذا تي ام بي تي غي اس، هذاك السيرو 10 دراهم وصافي انتم مهنيين. اذا لا تخوف من 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 القضيه ديال الدويات، راهم رخاصين. شحال واحد كيصحاب بلي راه غادي الابره صعيبه باش تضربها، كيفاش، شنو هي السميه ديالها، ياك ما غاليه. لا، هادشي انا كنعطيكم معلومات للمبتدئين. كيني بخافاك و تي ام بي تي غي اس، يعني تي ام بي شرطه اس، هادي سيرو هو معروف، مشيتو عند يعني الفارماسي بيطاري فيتيرينير غادي تقولوا له اعطينا السيرو ديال القناين، غادي يعطيكم هذا السيرو هذا بالضبط. هذا كيدير 10 دراهم، 10 دراهم كديروا القطيع كاع، يعني اللي تفطموا عندك، دابا انا عندي هادو تفطموا، راني بعت منهم شي حبات، بقاو لي هادو منين غادي تفطموا، منين فطمتهم صافي راني درت لهم هذاك السيرو صافي، دابا راهم مزيانين ان شاء الله. كيبقى شويه ديال العرف مزيان، شويه ديال التهليه، شويه ديال النظافه، ديما الكاج يكون نقي، ما يكونش موسخ ولا هذه، حضيهم الاسهالات كوكسيديا. المهم انتفاخات عاوتاني كذلك الاسهالات، ممكن انكم منين تشوفوا الاسهال ديروا مباشره الخل قطي ملعقه مع طاسه ديال الماء بحال هكا صافي، راه غادي ان شاء الله غادي يوليو مزيانين. انتفاخات حتى هي بسيطه، ويعني يعني دواء في البلاص ان شاء الله، وهو بيكربونات الصوديوم، هو واحد الغبره كديروها، كدير 6 دراهم، حتى هي قد تقريبا الخنيشه ديال الملح، فيها بزاف، يعني كديروا غير معلقه كديروها لهم مع وعلى فكره ان هذا الدواء راه بشري، يعني هذا انتفاخات هذا الدواء ديال بيكربونات الصوديوم راه بحال الملح، يعني غبره بحال السكر كلاصي، كيدير باكيه كامله، باكيه كبيره كدير 6 دراهم، وباكيه صغيره كدير 4 دراهم،
يعني أرخص مما يكون. الخل راكم عارفين الخل، الخل راه ديال الطعام عادي، هو ضد الإسهالات. نشوفوا الكرش جارية ديال الأرانب مباشرة ديروا الخل، واحد القطيرة ديال الخل مع الماء صافي وكيوليو مزيانين. راني بشي بتجربة، راني كنعطيكم هاد الحوايج بتجربة. انتفاخات ما تقولش تخافوا منهم، مرة مرة قيسوا لهم كرشهم هكا، إذا لقيتي الأرنب ما بغيش ياكل عفوا راه منفوخ، منفوخ على كرشه صافي، ديروا لهم هاد الدواء وصافي إن شاء الله راه كيجيب الله التيسير. هنا أدوية عطيتكم شامل، يعني نظرة شاملة وبسيطة، كل شيء هاد الأدوية ممكن أنكم ديروهم بواحد 20 درهم ولا، يعني وتخليهم عندكم صافي. هي هذيك 9 دراهم ديال 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 كيني بخافاك، و 10 دراهم ديال السيرو. هاد السيرو ماشي حتى الكبار، كيديروا غير الصغار يعني بعد الفطام، يعني هادو غير يكونوا عندكم في واحد الصندوقة يعني، وحاطينهم يعني كفارماسيان صغير ديالكم، يكون فارماسي صغير يكون عندكم، يعني صيدلية صغيرة يكون في واحد الصنيديقة، فيما تشوفوا شي حضروا الأرانب ديالكم، فيما تشوفوا شي أرنب فيه شي حاجة، شي مرض ولا هادي، تكونوا موجودين. وأكثرية الخل راه متاح عندكم في أي واحد غادي يكون عنده الخل. إذن الحلقة ديالنا هي هادي، شحال من واحد كي في لي كومونتير، يعني أنا هاد الحلقة تلبية للرغبات ديالكم، هما اللي شحال من واحد يعني الناس طلبوني على هاد الموضوع هذا. كنظن أنني لبيت الرغبة ديالكم. كان شي حاجة مرحبا بكم في التعاليق، ممكن أن نفسر أكثر أي سؤال، أنا رهن إشارة. وكنشكركم بزاف على التعاليق الطيبة ديالكم، شكرا جزيلا. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة، شاركوا معنا الناس اللي ما جاركوش معنا، تكيو على زر جيم باش تساندونا والقناة تزيد القدام، وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.